سلام يا زلاب، اهلا بكم كل طلابنا وطالباتنا في ثالثه ثانوي. النهارده بنستكمل مع بعض حل بكره كتاب برافو الجديد في القناه. يشترك عشان يوصل له كل جديد ويفعل الجرس. وفي قائمه بحل بكره كتاب برافو موجوده في القناه، هتلاقوا فيها حل البكره بالتسلسل من اول رقم واحد لغايه الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش اللايك للفيديو يا شباب. بنبدأ النهاردة بحل بوكلة 26 صفحة 140. هنا الدوكومو بتاعتنا بتقول بروفيسيو سويتي، يعني الوظيفة اللي احنا بنتمناها. بول بيعيش في نيس سيزا عند 16 سنة. بيقولنا جسويت اتر متسا كوم مون اونكل بور سولاجي لدولار دي مالات. انا بتمنى ان اكون طبيب مثل عمي عشان اخفف من الام المرضى. Je vais travailler dans un hôpital. هشتغل في مستشفى أو dans center médical أو center طبي. Et puis dans ma clinique privée. أو بعد كده في عيادتي الخاصة. بالنسبة لبيير من باغي عنده 15 سنة، بيقول جيم اتر كويزينيه، بحب ان انا اكون طباخ. لا كويزين سي ما باسيون، انها هوايتي. جي في فيغ دي بلان ديليسيي، انا اريد ان انا اعمل اطباق شهية. جيد ما مير ابريباري لريبالي ويك اند، بساعد والدتي في تجهيز الاطباق في عطلة نهاية الاسبوع. جي ريف، يعني انا بحلم دي ترافايي دان لي جراند اوتيل، ان انا اشتغل في الفنادق الكبيرة. بالنسبة لكلود من مارسي عند 17 سنة، بيقول جيم اتر فوتوغراف، احب ان انا اكون مصور. جي بران ان فوتو لا ناتير، بصور الطبيعة. جيم فوتوغرافي لا مونتاني لا كامباني، بحب اصور الريف والجبل. جي في شخشي ان امبولوا، انا ببحث عن عمل دان لي جراند جورنو، في اللي هي الجرايد الكبيرة كوم لي موند، زي جريدة العالم او لا ليبراسيون او الحرية. بنقول هنا سي جين اكسبريم، بيعبروا طبعا عن امنياتهم. ادري ميديسا سي لا بروفيسيو، طبعا هنا ان هو يكون طبيب، دي هنا امنية بول. ليديكومو انديك او سي زادو فيل، هنا بتوضح لنا الوثيقة اين الشباب دول بيريدوا ايه. طبعا ترافايي يعملوا. كلود في ترافايي يريد ان يعمل طبعا في الجورنال. بيير ايد سامير ابريباري لريبا، بيساعدها في تجهيز الوجبات. امتى؟ طبعا لجور دي كونجي، في يوم العطلة. صفحة 141 بيير في فيغ، طبعا بيريد هنا ان هو يعمل دي ريبا وجبات. الوثيقة الثانية فيف لسبور، هنا عيش الرياضة. بنقول هنا لي تروا براتيك سبورتيف لي بلي بوبولير ان فرانس سو لي فيلو، الثلاث رياضات اللي هم اكثر ممارسة وشعبية في فرنسا. طبعا هنا ركوب الدراجات لا ناتاسيو السباحة، اي لا مارش وي الماشي. Ces activités sont appréciées parce qu'elles sont faciles à adapter aux besoins des gens. يعني هنا بنقول ان الرياضات دي مستحسنة لانها سهلة في ممارستها. هنا بنقول nul besoin d'avoir une licence pour les pratiquer، هي كمان مش محتاجة رخصة عشان نمارسها. تري بوبولير لا تلفزيون لسبور كولكتيف كوم لي فوتبول لي رجبي إلي باسكيت إلي أندي بول سون سيرتو براتيكي بار لي جين. بنقول إن هي شائعة جدا في التلفزيون، وطبعا هنا الرياضات الجماعية مثل الفوتبول والرجبي والباسكيت وكرة اليد. طبعا هنا بنقول بتكون ممارسة بار لي جين، يعني بيمارسوها الشباب. سي سبور كولكتيف، هذه الرياضات الجماعية سانت ابريلسكي، بتكون بعد التزلج. انا في هنا بنقول 15% دي لا بوبوليسيون فرانسيز براتيك لسكي اي 10% لي فوتبول، 15% من الشعب الفرنسي بيمارس التزلج و 10% بيمارس الفوتبول كرة القدم. بور لي سورتي اي لي فيزيت كالتيرال،
بالنسبة هنا للخروجات والزيارات الثقافية، الفرنسي بريفير للسينما، بيفضلوا السينما، لا فيزيت دو مونيمو استريك وزيارة المناطق أو الآثار التاريخية، إي ليز إكسبوزيسيون والمعارض. انفيرو حوالي انكور دي لا بوبوليسيون ربع السكان، فا او ميزي اون فوا بار ان، بيروحوا المتحف مرة في السنة. انسوي لي كونسير، بعد كده الحفلات الموسيقية، لي سورتي او تياتر اي لي سبيكتاكل، وهنا اللي هي الخروجات في المسرح والعروض المسرحية. لي سيرك ني بلي اوسي بوبولير كاوترفوا، يعني هنا السيرك مش شائع اكثر من الحاجات التانية. جوغدوي موا دان فرانسي سير ديز فا او سيرك اون فوا بار ان، يعني بنقول هنا أقل من فرنسي على 10 من 10، يعني بيذهب للسيرك العام. بنقول هنا سول تروا سبور لبلي براتيك ان فرانس، هي ايه الرياضات اللي هي اكثر ممارسة في فرنسا؟ طبعا لا ناتاسيو لي فيلو اي لي مارش. لي جون براتيكان لي فوتبول سون نمبري كي لي جون براتيكو لي سكي، يعني هنا بنقول ان الشباب اللي بيمارسوا كرة القدم هم عددهم اقل ولا اكثر من السكي. طبعا هنا بنقول اقل لان السكي هي اللي في الاول. بريدي فان سانك بورسو دي جان فيزيت لي ميزي، هنا بنقول يعني ما يقارب من 25% من الفرنسيين فيزيت لي ميزي بيزوروا المتاحف، طبعا زي ما احنا قلنا الربع السكان بيزوروا المتحف مرة كل سنة، يعني ان فوا بار ان. دي نجور هذه الايام الفرنسي امبلي بيحبوا اكثر، طبعا قلنا طبعا زيارة السينما. ان فرانس دي فرانسي سي روند او سيرك، هنا بيروحوا كم من الفرنسيين بيزوروا السيرك؟ طبعا هنا مش الرابع ولا لا، هنا بنختار 10%. صفحة 142 السبور لي بلي براتيكي بار لي جين، اكثر رياضات ممارسة من الشباب هي طبعا عندنا في القطعة لي فوتبول اي لو ريغبي. فودي ماندي افوتر كوبا سون افي سير فوتر لوك، فودي بتسأل صديقك رأيه ايه في اللوك بتاعك، في الملبس بتاعك، بتقول له كي تي امبانس، يعني ايه رأيك فيها. فوتر مي فودي ماندي كل تاش مانيجير فوني مي با، طبعا تاش مانيجير كلمة مهمة خدناها في سنة تانية، معناها الاعمال المنزلية. ايه الاعمال المنزلية التي لا تحبها؟ فودي بتقول هنا جي دي تيست ريباسي لي فيتمون، طبعا هنا ريباسي لي فيتمون اللي هي اكوي الملابس. فودي ماندي افوتر مير او لا بول في ال دي، انت بتسأل والدتك اين تعيش الدجاجة، ال دي هنا هي بتقول لك طبعا تعلمنا ان هي بتعيش دان لا بوليه في الحصيرة. فودي ماندي افوتر مي بوركوا انو في با مونتي اشيفال، ال دي تسأل صديقك ليه هو مش عاوز يركب الحصان، فهو هنا بيجاوب ليه طبعا لان هو بيقول بارسكو جي بيغ دي شيفي، يعني انا عندي خوف من الحصان. فوزالي جوي ان ماتش امبورتان، انت حتلعب ماتش مهم. لانترينير فودي هنا المدرب بيقول لك طبعا انترين توا بيان، يعني اتدرب كويس. فودي ماندي افوتر مي سا باسيون، ايل دي بتسأل صديقك هنا عن هوايته، فهنا هو بيجاوب بيقول طبعا هنختار جيم لا ناتاسيون، بحب السباحة. فوترا مي فوديمان سي كي فو ايمي كوم برودوي سكري، بيسألك ايه بتحب من المنتجات السكرية؟ فوديت انت هنا بتقول بنشوف منتجات سكرية، فهنا بنقول جيم مانجي دي لا كونفيتير، يعني انا بحب المربى. فوتر بيتي فرير فوديماند او ام بي براتيكي لي باسكت، فودي بيسألك فين هنا احنا هنمارس كرة السلة، انت بتجاوب هنا عرفنا طبعا ان احنا بنقول هنقول له جي براتيك لي باسكت او جيمناز، يعني هنا هنقول جون في او جيمناز. صفحة 143 فوزات اوريو برودوي دي لامير، ان انت هنا في قسم المنتجات البحر. فوديت او فندر، طبعا هنشتري ايه من القسم ده؟ هنشتري طبعا بنقول جي فودري دي كريفيت، انا اريد الجمبري.
Vous demandez à votre ami français le climat en France. تسأل صديقك الفرنسي هنا الكليما عن المناخ في فرنسا. فودي بتقول له ايه هنا؟ كيل تو في تيل ان فرانس، كيف يكون الطقس في فرنسا. فو انديكي ان باسا لإتينيرير، كلمة مهمة اخذناها في سنة تانية معناها الطريق. هنا انت بتوصف الطريق للمر في الطريق ده برا لألاجار عشان يروح المحطة. فودي بتقول له هنا طبعا هتنفع معانا رقم اه اللي تو دروا، يعني بنقول له امشي على اليمين على طول، بوي تورني اغوش وبعد كده احود شمال. فو كونسي فوتر فرير كي في اللي او ليسي، اه هنا بتنصح صديقك اللي هو عايز يروح المدرسه افيلو راكب الدراجه. هنقول له ايه طبعا؟ مش هنقول له امشي على الرصيف ولا اربط حزام الامان، لا هنقول له طبعا برضه تعلمنا في سنه تانية ان اللي فيلو دي العجله بنمشي بيها بران لا بيست سيكلابل اللي هو الطريق المخصص للدراجات. طيب هنا بناخد اسئلة الجرامات. ترافاي دان لي شامب، اه يعمل في الحقل. بنقول له هنا كي، من يعمل في الحقل. تيان فاي ان لتر اتي بارو، انت هترسل هنا خطاب لوالديك الى والديك. بنقول اه انا هرسل لهم. طب مفعول بتاعي هنا اتي بارو، طبعا مسبوق بحرف الجر اه، يعني هنا مفعول غير مباشر. غير مباشر يبقى عندي ضميرين لوي ولا لير. هنا بارو جمع يبقى هختار لير. اوكي ليتي انترينير دي او جوير، اه هنا بنقول المدرب بيقول للاعب لي بالو او جارديا دي بيت، اه القي الكره الى حارس المرمى. طبعا هنا الجمله دي امر. طيب هنا المدرب حيكلم جوير، هو لاعب واحد يبقى حيكلمه بالضمير تي، يبقى هنا انا عايز الامر مع التي. لانسي فيرب مجموعة اولى هحذف منه الاس مع التي، يبقى هنا هنختار رقم دي. فو بريني ساندويتش، اه بنقول له هنا انتم اخذتوا سندوتشاتكم. طبعا هنا طالما عندي في مالك فو يبقى انا عندي هنا صفتين ملكية، فوتر مفرد و فو جمع. طيب انا عندي هنا سندوتشات يعني جمع، فهقول هنا طبعا فو. ام في طبعا في يعني انا عندي هنا، يبقى دي ومشتقاتها. شخص اللي هو السيد طبعا رياضه مؤنث بنقول ديرا. تينين بافر ديسكي، انت ما بتحبش التزلج طبعا، خلي بالي السؤال منفي، سؤال منفي يبقى انا هنا عندي اجابتين سي اللي هي في الإثبات، نو في النفي. طب هنا بيقول له جادور سي سبور، ده أنا بحب الرياضة دي، يبقى الجملة هنا إيه؟ مثبتة، هجاوب بالإثبات يبقى سي. تي ليزانيمو سوفاج دون لا فوغي، الحيوانات اللي هي الشرسة بتعيش في الغابة، طبعا فيرب فيفر مع الجامع. صفحة 144 كومبيان بيت افي فو ماركي، بنقول لهم هنا اه كم عدد الاهداف اللي انت سجلتوها. طبعا بخلي هنا بالي في كومبيا يعني وراها دي، يا اما دي ابوستروف. طبعا دي ابوستروف لو كان هنا في مكتوب حرف متحرك، هنا مفيش حرف متحرك يبقى هناخد دي اللي هي معناها كم عدد. نو نالو اوميزي، انا عندي نفي بقول احنا ما ذهبناش الى المتحف. طبعا احنا قلنا النفي هنختار حسب المعنى، احنا طبعا ابدا جامي. كومو تي تروف، طبعا براسلي الاسوره اخذناها في سنه اولى، سي براسلي مذكر. سي توريست فرانسي فيفا فيان، كان من مدينه كان. فيان دي طبعا بخلي بالي هنا دي اسم مدينه مبدوء بحرف ساكن. افيك بليزير، بكل سرور. جسوي، انا هنا موافق على الفكره دي، سيتي دي بقول انا هنا مع هذه الفكره بور. طب لو انا مش موافق هقول كونتر معناها ضد. ميسي فو بوفي نقاط ايدي، اه من فضلك ممكن تساعدني مي ايدي. جي مال ودوا، طبعا هنا بخلي بالي دوا هنا جمع، فبقول عندي ألم في الأصابع. نو بكو دو بور اتر ان بون سانتي، نو بيفو نحن بنشرب. نو سوم زالي على كامباني، بن ذهبنا الى الريف. خلي بالي هنا سوم زالي يعني ماضي،
مانتينا الآن مش هتنفع، لاسمين برشن الأسبوع القادم مستقبل، ديما مستقبل، غدا طبعا، إير اللي هي بالأمس. طبعا هنا احنا بنختار الكلمات الدالة على الزمن اللي عندنا. لو هنا مثلا في عندي فيرب ألي زائد المصدر، بختار أي كلمة من الكلمات اللي هي بتدل على المستقبل. وبعد ما خلصنا فيديو الحل بنديكم فيديو 27 من عندنا، ده هدية كادو من القناة. انت هنا بتحله وبعد كده بتشوف الإجابات بتاعتك بتصححها معانا. ما تنسوش اللايك يا شباب، ما تنسوش تشيروا كتير عشان الكل يستفيد والفيديو يوصل لأكبر عدد من الطلاب. وألقاكم في فيديو آخر بإذن الله. وأوروفار.